زوبيريل طبعا غادي تجاوب على كاع الاسئله وما غتقول لا 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 طبعا مشينا طبعا تعود العماله ديال مولاي رشيد في كاز طبعا غتبقى تقول لي غير طبعا طبعا شو جاي موجد ليكم باش تكونوا فاهمين طبعا انت زعما مريقل راه غنسرح معاك العجله وغتقولها بخاطرك صامش دابا امتى اخر ماتش لعبتي اخر ماتش لعبته والبارح وضربت سيزو بهاد الفورمه بهاد الفورمه وطلعت وضربت سيزو شحال ماركيتي من بيت شي 4 وراك كنتي لعبه مع الدراري الصغار لا لا بجد ونوض على سلامتك راه قلت لك غنسرح معاك العجله وغتقرب بلاصه طبعا كتعقد ملي كيقول لك شي واحد والغلي ما كنتعقدش تقدر تعيش بلا ماكله ما نقدرش نعيش بلا ماكله توترت ما نقدرش ولكن الماكله طبعا تقدر تعيش بلا بيك تقدر تعيش بلا بيا قريتي في لونساجي قريت في لونساجي كدوي بفرونسي مزيان على هذا الحساب اكزاكتومون تي فرونس بيان لا تو خيفيل وفي مشات طبعا اخي فرير الا محسوبه محسوبه هي وهاد لا شنو هي اول جمله كيقولها لي موريست ملي كيطلع سور سين بونجور مراكش لا لا اثبتك اللي قلتي لا الشريح الكونسيبت راه ديالي وانا كنقول اللي بغيت انت ودادي ودادي عمرك مشيتي للتيران مشيت للتيران ما كنزلتش انا حتى شي ماتش هي كتحضر الماتشات مع الوداد برا البلاد عمري مشيت مع الوداد برا البلاد ولكن ما فيهاش وغاب بوحدك صاحبي كتقرب لعصا قبلة اجي بعدا ماشي انا والاخر المهم جيتي انت والرمضاني قد سير رمضاني بقات في الثلاث ما غتسكتش انت في التي دابا مبروك ما دي محسوبهاش لا ما ديرش رايك ما طلقش رايك